مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فيلات السمك بطريقة مختلفة جدا. عطول اكتر الوقت فيلات السمك نحنا بنعملها مقلية، بس هلا بدي اعملها بالفرن. اول شي عنا كليان فيلات سمك بندورة، حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي، ملعقة طعام شراب، ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة حر ناعم، كمان عنا بصل كبير قطعته بهيدا الشكل، و10 حبات ثوم قطعتهم بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بدي رش على هول شوية بهار، شي خفيف، كمان ملح، رح احطهم بالفرن اطبخهم نص طبخة. بعد ما حطيت السمك بالفرن هلا بدي اعمل انا وياكم الخلطة. بحط البصل والثوم فوق الزيت، بقليهم مع بعض على الغاز، رح رش رشة ملح صغيرة، طريقتها كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير كمان، وطيبة وما بتلع النفس انه من المقلي عطول وهيك، عرفتوا كيف؟ بالفرن ومع تقلية الثوم والبصل بيروح لها كتير نكهة القلي بالزيت، عرفتوا كيف؟ يعني عم نعمل وجبة صحية تقريبا وكمان لذيذة طيبة. بس قليت البصلة والثوم بهيدا الشكل، هلأ بحط البندورة فوقهم. بسم الله. كمان الملح البهار الحار الناعم والصلصة، دبس البندورة. كمان بحط فوقهم كوب مي. بسم الله. بحركهم مع بعض. فينا نستعمل كمان البندورة الكبيرة، بس أنا هيدي البندورة المتوفرة عندي. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض. بعد ما غلوا هولي حوالي 5 دقايق مع بعض، هلا بطفي الغاز. كمان هول السمكات حطيتهم بالفرن حوالي 10 دقايق، هلا بحط فوقهم الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. بسم الله. بوزع الخلطة على السمكات منيح. إذا حبينا، في ناس بحبوا الحار أكتر بتزيدوا حار، أو فيكن كمان تقطعوا على الوجه حار أخضر حسب الرغبة. هلا برجع بحطها بالفرن ليستوي السمك منيح. هيدي وجبة السمك بعد ما طلعت من الفرن. هيدا الشكل الأخير. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها تكون عم بتنال إعجابكم، وكمان إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.